إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء خاص، والذي يعني من حسن الفأل يعني ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن تكون هذه الحلقة في ليلة كريمة شريفة عظيمة جليلة، هي ليلة النصف من شهر شعبان. ولذلك أيضا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه علينا أن يعني ساق لنا داعية كريم يعني نادر الحضور لانشغالاته الكثيرة، معروف عنه أنه دائما يصرخ في يعني في آذاننا في وجداننا ليذكرنا بالله تبارك وتعالى، ويأخذ في هذه الغفلة العامة والانشغالات يقول للناس انتبهوا فإن العمر ينسحب وهناك أزمنة شريفة لا ينبغي أن يعني يغفل عنها المسلمون لأي سبب من الأسباب، وهم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى. فضيلة الداعية الكبير الشيخ الدكتور حبيبي وصديقي الشيخ حازم شومان، منورنا واشكرك على تلبيتك. كرمك الله، جزاك الله خير، الله يكرمك وسعك الله بالصحة والعافية. لن أطيل في المقدمة، لكن كما كنا نتكلم قبل الخروج للسادة المشاهدين مباشرة، إن إحنا في أزمنة شريفة، والإسلام علمنا قيمة الزمن وقيمة الوقت، وأنه وعاء أو بعض شهوره وأيامه وساعاته وعاء لأعمال عظيمة وجليلة ربما يغفل عنها العبد، وهي طوق نجاة تعدي أعمار كما علمتنا. شهر شعبان، ما هو وما قيمته وبماذا تسميه؟ سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيعني جزاك الله خيرا، يعني فعلا الدخلة يعني إيه في أعمار خطيرة جدا ممكن تبقى قفازات في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ولكن مش قادرين ندرك قيمتها. يعني الواحد بيحس أنها عاملة زي إيه، زي بالظبط كده واحد جاب دفتر شيكات، واحد ملياردير جاب دفتر شيكات كل الشيكات اللي فيه ممضية على بياض، وقام يديه لواحد فقال له خد ده، فهو باصص مش فاهم ايه قيمة الهدية دي، يعني ده شوية ورق، فقام يديه للأطفال اللي عنده في البيت يلعبوا بيه، فتاني يوم قام جايب له دفتر شيكات تاني برضه كله ممضي على بياضه، قام يديهوله، فقام باصص ايه الورق ده، قام كاتب على ظهره طلبات البيت، واما خلصها قام مطبقها ورميها. ده لما يعرف بعد كده قيمة الورق اللي جاله هدية ده هيندم قد ايه. بس بعد كده عند المسلم امتى بقى؟ ما هو يعني الله اعلم يعرفه في الدنيا ولا يعرفه في الاخره. هو مواسم الطاعه ومواسم اوقات اجابه الدعاء ومواسم مضاعفه الحسنات عامله زي ديت، انت كل يعني الثلث الاخير من الليل ده عامل زي شيك ممضي على بياض، اطلب ما تشاء، هل من مستدفع للضر فادفع، هل من مستشف فاشفيه، هل من سائل فاعطيه، يعني اطلب ما تشاء، شيك ممضي على بياض كل يوم بتضيعه. والسؤال الاخطر والمهم، من المنادي ومن المنادى؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما هو تعظيم القلوب لله بقى ده استاذ مصطفى، احنا احنا مهما كان الموضوع لما بنلتقي بنحوت في موضوع قلوب، لان انت نسبح معاك في بحر يعني الواحد رائق الحقيقه. من الاحاديث اللي بتنزل واحد يعني بمناسبه بس كلمه من المنادي ومن المنادى، حديث غريب جدا والله، حديث يبكي القلوب، حديث يعني مهول، حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد، وممكن لما تسمعه اول مره ما انتش يعني ايه ده يعني مش حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد، صحابي قاعد يراقب النبي طول الليل ما عملش اي حاجه غير انه بيراقب النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول فلما صلى العشاء عليه الصلاه والسلام نام، ثم قام فصلى قدر ما نام، يعني اعتبر مثلا انه نام ساعتين فقام قايم مصلي ساعتين، ثم نام قدر ما قام قام نايم كمان ساعتين، ثم قام فصلى قدر ما نام قام قايم مصلي كمان ساعتين، ثم نام قدر ما قام قام نايم للمرة الثالثة، قول مثلا ساعة ونص ساعتين، ثم قام فصلى قدر ما نام ثم أذن الفجر، يعني ثلاث مرات بينام وثلاث مرات بيقوم. أنا بحس إن الحديث ده صراع ما بين جسد مقتول من الإجهاد
وما بين قلب ملتهب بالشوق الى الله سبحانه وتعالى. الله الله الله. ما بين الله. قلب ملتهب. يعني واحد انا 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 راجع بيتي مقتول، ده انا مش راجع بيتي من مشاوير ورحت القناه ورجعت، ده انا راجع من جهاد، راجع مقتول، ومع ذلك الشوق اللي في القلب الى الله فوق اي تعب للجسد. واي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه تقول حتى مس جلدي جلده، فقال ذريني اتعبد لربي، فقام قعد يصلي حتى بل الارض عليه الصلاه والسلام. يعني الشوق اللي في قلبه ربنا اكتر من اي حاجه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى اقرب الناس اليه. يعني قلوبنا فين وقلوبنا مع الله فين، بالذات في شهر زي شعبان يعني ترفع فيه الاعمال الله، قلوبنا فين وحال قلوبنا مع الله ايه، وتعظيم قلوبنا لله ايه. ان الله ينادي، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من مستدفع للضر، هل من مستشفن. انا يعني اتصور ان القلب اللي يحس ان الملك بيناديه وما يقومش بس شوقا الى الله ما يقدر، مش ممكن. هل الشوق الى الله يولد حب الله للعبد، او ان يحب الله سبحانه وتعالى جل جلاله ان يراه قائما بين يديه؟ انا بقول الكلام ده ليه او هذا السؤال، لاني دائما اتوقف عند قول الله تبارك وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به، ما قالش نافلة لي، مع ان النبي يصلي سيصلي لله عز وجل، نافلة لك، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشوق الى الله المتمثل في صورة يعني ضراعة النبي وحب الوقوف بين يدي ربي عز وجل، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يولد يعني فرحة من الله تبارك وتعالى للعبد، يحب ان يراه بين يديه كثيرا. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني 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 الله سبحانه وتعالى يحب هذا من عبده، والله لا يفتح بهذا الا على من احبه. يعني اللي ربنا بيحبه هو اللي بيقيمه هذا المقام. يعني احنا ماشيين ايات ربنا حولنا من كل جهه، مين اللي ربنا يوقف قلبه؟ يعني انا جاي من وانا جاي في الطريق فلقيت واحد فكهاني، بس فكهاني يعني ايه، الفاكهه بتاعته قويه، يعني انا اكتر منظر بيهز قلبي على وجه الارض الفاكهه تقريبا. يعني تحب ايه من الفاكهه؟ ايه الكرم ده؟ ايه كرم ربنا ده؟ ومين اللي لون؟ سبحان وكل الله. فاكهه معجزه غير الثانيه. والراجل قاعد الغفله على وشه، وممكن تلاقيه مثلا ماسك بيشرب حاجه. انا بقول سبحان الله العظيم، ازاي ده واقف جنب المنظر ده وما فكرش فيه؟ يقاض يعني مين اللي ربنا بيوقف قلبه اللي ربنا يريده؟ في ذلك لذكرى، ودي من الآيات العجيبة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله. يعني في ناس تعيش بلا قلوب، وفعلا الناس تقول لك وانت ما عندكش قلب. ده يبدو أن الكلام ده فعلا على أمثلة يعني من القرآن الكريم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني مسألة الاستحضار، المسألة الإقبال على الله بكيان العبد كله حتى يستفيد من هذا. طيب حضرتك بينت لنا شرف العمر والزمن، والحقيقة في لفتة لما أحيانا العبد يعيشها ويدخل في طاعة ويتلذذ بها، يحب عمره، يحب الحياة، الله، يشعر ان لا ده انا عايز اعيش كتير طبعا عشان استمتع بهذه المتعة، ربنا يحب لقاء الله، واشتعل رأسه شيبة. نعم. طيب شهر شعبان الناس يعني حتى ابائنا وامهاتنا اللي عايش منهم واللي توفوا الله كانوا دائما يعظمون بالفطرة هذه الشهور، وان كان تعظيم ربما يشتمل شيء من البدع، لكن ما هو الثابت في فضائل شهر شعبان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وشهر شعبان ثبت فيه فضائل كثير جدا، يعني بل ثبت وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتم شهرا صياما فيما سوى الفريضة طبعا الا شعبان، وفي حديث صحيح كان احب الصيام الي شعبان سواء رمضان طبعا ده الصيام، وفي حديث صحيح كان اكثر شهر يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعبان. بل في كثير من العلماء يعني صحح حديث في ان النبي عليه السلام كان بيصل ما بين شعبان ورمضان، وخلاف ما بين العلماء يعني كان بيفطر يوم او يومين ولا كان بيصل شعبان برمضان. والنبي عليه الصلاه والسلام من كتر صيامه في شعبان فالصحابه كانوا بيراقبوا النبي قوي، فصحابي بيقول له بس ده بقى بيراقب ايه سنين بقى، فبيقول له يا رسول الله اراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فقال ذاك شهر، ذاك ده للبعيد للعلو شان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، الناس مش داريه شعبان فيه ايه وكنوز شعبان قد ايه، يغفل عنه الناس
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي حديث صحيح: ولا أحب أن يرفع عملي إلا وأنا صائم. أنا أحيانا، مش أحيانا، دائما وكثيرا أدين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه. يعني القرآن شرفهم بالسؤال وأثنى عليهم: يسألونك يسألونك يسألونك. سجل القرآن أسئلة الصحابة. كان من ضمن هذا السؤال البديع: أراك تصوم في شعبان؟ ما لا تصوم في غيره. استفدنا احنا ايه بقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقية هذا الحديث عايزين نقف عنده شوي. ذاك شهر يرفع فيه، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. يعني مسألة رفع الأعمال إلى الله، والله المفروض الرفع هنا يعني القبول وفتح أبواب القبول. ترفع الأعمال، الرفع هنا إن أعمال السنة كلها، يعني أقول لحضرتك حاجة: رمضان اللي فات ده هيترفع الأيام ده، اللي حج السنه اللي فاتت هترفع الايام ده، ليله القدر بتاعت رمضان اللي فاتت هترفع الايام ده، الكل صلاه صليتها، كل عمره عملتها، كل حسنه قلتها، كل كلمه قلتها في سبيل الله هترفع الايام ده. الرفع السنوي، كل معصيه، كل نظره حرام، كل كلمه حرام، كل غيبه، كل خطوه في 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 غير طاعه الله، كل مال حرام هيترفع الايام ده. الرفع السنوي فعلا يغفل عنه كثير. وخد النقطه دي تحديدا، ان شهر شعبان الذي هو قبل رمضان مباشرة هو شهر الجرد السنة بلغة الماليين او كده، ورفع السنة المالية دي فعلا مسألة ينبغي ان احنا نقف عندها كتير، ان الشهر فعلا هو رفع اعمال السنة. يعني انا كأني اسمع هذا الكلام لاول مرة، ان رمضان اللي فات اذا كان قبل، اسأل الله ان يكون قد قبل منا والمسلمين اجمعين، ترفع فيه ما صلى فيه العبد وما صام وما هذا الوقت. إذا ده مش مجرد إن إحنا بنجهز بقى حاجات ثانية. في رفع يعني يومي، تقريرين عن كل عبد يوميا، عصر والفجر، وفي رفع أسبوعي اثنين وخميس، ده رفع السنة بقى. يعني من يوم ما الواحد بيبلغ لحد ما بيموت كام سنة؟ 30 40 سنة. يعني هو كل اللي الواحد هيدخل يعرض على الله يوم القيامة 30 40 صحيفة. كل الواحد هيدخل يوزن بيهم على الميزان 30 40 صحيفة، دي واحدة من 30 او 40 صحيفة هيتوقف عليهم مصيرك. يعني احنا مش بنتكلم في حاجة قليلة، احنا الوقت بنتكلم في سنة كاملة من عمر الانسان. وعمر الانسان فيه كام سنة؟ عمر الانسان فيه كام صحيفة اصلا من مثل؟ وصحيفة هترفع وهتغلق، لن تفتح الا يوم القيامة. فانا فرصتي في الايام الاخيرة دي ان انا الحق بسرعة اصلح الذنوب اللي فيها، الحق بسرعة اعدل التقصير اللي فيها، الحق بسرعة انما الاعمال بالخواتيم، الحق بسرعة يختم ليا فيها بافضل اعمال. شعبان ده شهر شغل، شعبان ده يعني عامل بالظبط زي ما حضرتك قلت كده السنة المالية، شهر ستة ده او شهر سبعة ده الموظفين في المحافظة ما بيناموش. ليه؟ الميزانية هتترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، لازم تتقفل ولازم يتعرف كل مليم جه منين وراح فين، فما بيناموش فيها. اهو بالظبط كده شعبان ده اعتبره نهاية السنة التكليفية، انا هترفع السنة بتاعتي يا الله. طب ازاي يا اخوانا كل ذنب موجود في الصحيفة؟ ازاي هيجي لي قلب انه يرفع؟ انا قدامي ده فرصة، شعبان فرصة ان انا اقفل ذنوب 12 شهر، شعبان فرصة ان انا اعالج تقصير 12 شهر، شعبان فرصة ان انا اكمل شعب ايمان نقصت 12 شهر. يعني انا بتعب شهر وبقفل بيه سنة كاملة. ممكن يا دكتور حازم يكون حد بيقلب كده في القنوات وفجأة ربنا وفقه يعني وقف عند قناة الناس وقال أسمع الشيخ ده أو أسمع مثلا، يعني ودي حدثت كثيرة وكانت باب خير، يعني ولا بيصلي ولا عمره صام والأول مرة يسمع كلام في الدين في هذه، اللي أنت بتقول ده شهر استدراك، يعني ممكن فرصة، ممكن حد يلحق. بنقول الكلام ده للملتزمين أو العموم اللي هم بيصلوا وصوموا يقصروا شوية زي حالتنا، لكن اللي لسه فاتح حالا وبيشوفنا واكيد لن نعدم هذا الخير باذن الله وبيسمع هذا الكلام، ليه فرصه ان هو فعلا يتوب وترفع الاعمال؟ يا ربي ده شعبان يعني يمكن اكثر احاديث في عموم مغفره للكره الارضيه مذكوره في شعبان. الله، دي بشرة خير. اكتر حديث يعني ثلاث احاديث ثبتت، برواية عن ابو هريرة، ورواية عن ابو بكر الصديق، ورواية عن
ابو موسى الاشعري يعني ثبتت ثلاث روايات صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام. ليله بكره ده ليله النصر من شعبان ده ايه ثبت فعلا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يطلع الى اهل الارض جميعا في ليله النصف من شعبان فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. طب ليه المغفره العامه دي في شعبان؟ ايوه لان رمضان بالنسبه لنا اكبر موسم مضاعفه. انا لو دخلت بذنوبي دي في رمضان عمري ما هيفتح عليا، فربنا من رحمته ان المغفره بتيجي الوقت عشان حاجتين، عشان الصحيفه لو اترفعت والذنوب دي كلها فيها تبقى مصيبه فيبقى في مغفره، وعشان لو دخلنا رمضان بالذنوب ده هي هندخل ازاي؟ هيفتح علينا ازاي بكل الذنوب ده هي بكل ال 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 الحواجز الاسمنتيه والعياذ بالله اللي احنا يعني عملناها على نفسنا بالذنوب ده. فليله النصف من شعبان ديت فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن. مشرك يعني سيء العلاقه بالله، يعني في فساد في العلاقه بالله. مشاحن فساد يعني في العلاقه بالله. مشرك اللي هو كافر. انا اقصد مشرك دي مع الخالق، فاسد العقيده. مشرك مع الخالق ومشاحن مع الخلق. يعني لازم الواحد ينتبه للنقطتين دلوقتي، اللي مقاطع اللي ظالم اهله، اللي ظالم قرايبه، اللي مقاطع جاره، اللي بينه وبين حد من اخوانه، ولا بينه وبين واحد راح يصلح عنده اي حاجه مشحناه، لازم يصلح دلوقتي. خطير جدا الجمع بين في متن واحد في حديث واحد الا مشرك يعني بره الاسلام او مشاحن يعني المشاحنه او القطيعه او ده ذنب كيف يوضع جنب الشرك وليس شرك؟ لكن اليس فيه تغليظ لعقوبة وانذار لمن يقع في وانذار وبيان ان لما بتتقطع الاخوة احنا بنخسر قد ايه؟ يعني تخيل المغفرة السنوية انا بخسرها عشان مشكلة بيني وبين اخويا، ده غير ليلة القدر بقى اللي رفعت بسبب تلاح اتنين، مشكلة ما بين اتنين، غير المغفرة الاسبوعية، ان الاعمال تعرض على الله كل جمعة مرتين كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن الا لعبدين متشاحنين فيقال انظر هذين حتى يصطلحا. يعني اللي بينه وبين الناس مشاكل ده محروم من المغفره الاسبوعيه، محروم من المغفره السنويه، وممكن الامه كلها بسببه تحرم من ليله القدر. يا سبحان الله. يعني بسببه كما حدث يعني احنا النقطه دي مهمه لانها مرتبطه بسلوكنا كلنا، سلوك الناس وتصرفاتها، خصوصا فيما تعلق بالفوضى الاخلاقيه اللي بنشهدها، واللي عايز اي حاجه بيعملها، وان في انفلات اخلاقي، بعض الناس بيرجعوا لاشياء معينه، لكن اكتشفنا نفسنا المجتمع محتاج فعلا يعود الى الله، وفرصه ان يعود في مثل هذه الايام ويشكر الله تبارك وتعالى على نعم كثيره، زي ما حضرتك بتقول لي قبل الهوى، ربنا سبحانه وتعالى طول العام ينزل الى عباده الخيرات. سبحان الله. الا يصعد منا الى الله بقى. ايوه نعم، هذا هو السؤال. معنا اختنا ام سلمى. السلام عليكم ورحمه الله. ام سلمى السلام عليكم. معنا اتصال يا استاذ احمد. طيب ام سلمى اتفضلي. طيب من الاخت كريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيخ حازم؟ مع حضرتك يا سامعك. اتفضلي اتفضلي. الشيخ حازم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا رحمه الله وبركاته يا شيخ؟ الله يبارك لك. بصراحه انا بشكرك على كلامك، خطبك الجميله. انا لما سمعت حضرتك اتغيرت خالص وبطلت اسمع افلام ومسلسلات، وبشكرك والله يجزيك عنا كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يحفظكم ويكون معروف ان جمهورك من الاخوه والاخوات وصغار السن من البنات وبتاع، الحقيقه الحمد لله كبير، وده بعتبره مكسب كبير حقيقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لك قلوب الشباب، لان هم دول اللي احنا مستنينهم، الامه هذا الجيل احنا منتظرينهم ياتوا الى الله تبارك وتعالى بقلوب جاهزه يا رب. ربنا يستعملنا. نعم. فقصه الا مشرك او مشاحن، لا انت حضرتك بتحب قضيه الاخلاق جدا. طبعا، لان هي دي قضيه الامه الحقيقه. نعم، لان قضيه الامه يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يدخل الجنه قاطع. قاطع ده واحد اللي هو قطع رحمه، يعني سوء خلق. تخيل واحد موت نفسه في شعبان ورمضان عباده،
اللي هو الشهور اللي احنا ما فيش بقى حاجة اعلى من كده بقى غير عشر ذي الحجة، يعني موت نفسه في دي عبادة وجاي يدخل الجنة وشايل جبال حسنات. ممنوع. ممنوع ليه؟ ده انا معايا كمية عبادات تغطي الكرة الارضية، ممنوع عشان فساد الاخلاق. لا حول ولا قوة الا بالله. قال تعالى انا طيب الآية وبعدين ناخد اختنا حبيبة من الجزائر لانها معنا. السلام عليكم حبيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك خديجة من الجزائر. مرحبا خديجة. مرحبا اهلا بك يا خديجة. كيف حالك استاذ مصطفى؟ الحمد لله. الاخت خديجة اول من يعني كانت تبكي في الاتصال تبارك للمصريين على اختيار الدكتور مرسي جزاها الله خيرا. تفضلي يا اخت خديجة. اولا استاذ مصطفى احييك واحيي ايضا فضيلة الشيخ دكتور حازم، وانا اذكرك انك لبيت طلبي. نعم طلبت مني استضافتك الحقيقه الكثيره الاخت خديجه. واليوم سيكون مميز، البرنامج الحلقه تكون مميزه. نعم ربنا يبارك في اهلك الجزائر جميعا يا رب. ربنا يكرمك يا رب. كل عام وانت بخير يا دكتور حازم. اكرمك الله يا اختي تفضلي. نعم. اولا فقط فيما يخص في بعض الاحاديث ضعيفه عن فضل الشعبان، ارجو ان تتحدث عن هذه بعض الاحاديث. فضل شعبان. نعم نعم. وفيما يخص انا متاكده جدا شهر رمضان في هذا العام المصري سيكون مميز جدا ان شاء الله بفضل فوز الدكتور محمد مرسي ان شاء الله. يا رب يكون فتح على الامه. نعم وادعي له كثير الحقيقه. دكتور محمد مرسي محتاج دعاء. انا استاذ مصطفى نعم كتبت له على صفحته الفيسبوك وهنئته ودائما ادعو له بالخير دائما للشهر ولدكتور محمد مرسي دائما. جزاك الله خير. انا متفائله جدا استاذ مصطفى والله العظيم. نعم نحن متفائلين. احنا عايزين من كل يعني مؤمن ومؤمنه الاجتهاد في الثلث الاخير من الليل في الدعاء للدكتور محمد مرسي. نعم صحيح يعني دي وصيه ونصيحه. نعم نعم ربنا يعينه يا رب. ربنا ينصره يا رب. امين يا رب. اخونا هاني. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ هاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا. اخبار ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا اخي؟ تفضل. يا ربنا يبارك فيك. والله انا احبكم في الله. حبك الله يحفظك فيك. عايز اسال الشيخ حازم بعد اذنك، هو ليه الواحد فينا لما يبدا عايز ربنا يكرمه ويجدد العلاقه مع ربنا ويخش كده في اعمال صالحه يبدا الشيطان يشتغل عليه اكثر من الايام العاديه فيبدا يحبطه ويخليه يرجع ثاني اكثر من الاول، او لو كان عنده عزيمه مش شديده يعني يرجع لورا ثاني؟ فايه الاسباب اللي تخلي تعين الواحد ان هو اول ما يبدا يفكر في المشروع او يبدا الاقبال على ربنا الاسباب دي تعينه وتخليه ما يرجعش ثاني لورا؟ وأسألكم بالله عليكم الدعاء. جزاك الله خيرا. ده سؤال مهم جدا. عقبات في الطريق إلى الله كلنا بنشتكي من الحكاية دي، أو ما الإنسان يهم إلى الله الشيطان يلقي حجارة بقى بأي شكل وأي طريق. أحيانا الشاب يبقى لسه مثلا يكلم بنت مثلا معينة ومش عارف أول ما يتوب يلاقي فجأة يعني حاجة غريبة جدا يعني. صحيح. ودي مسألة أنت أعتقد عالجتها في أكثر من خطبة أكثر من شريط وسؤال، بس اسمح لي آخذ الداعية الكبيرة الفاضلة الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. منورين الشاشة. الله يعزك. وأقول لحازم دكتور حازم ابني ربنا يزيدك يا ابني، احنا من يعني أول ما بلاقيك في أي برنامج يعني كلنا بنلتف حول الشاشة، يعني نتمنى من العلي القدير إن لقيت في كل القنوات الفضائية يا ابني، ودي الدعوة اللي أنا بديها لك. ربنا يستعملنا يا رب. يا رب يا ابني يا رب، ويرضيك في الدنيا وفي الآخرة وربنا يكثر من أمثال حضرتك كده في الأمة يا رب. الله يبارك فيك. البطلات كده اللي ما شاء الله بطلات العمل الخيري والدعوي. نعم في الأمة يا رب. حكمونا جزاها الله خيرا. ربنا يبارك في عمرها يا رب. حكمونا مفخرة لنا كلنا يا رب العالمين. وإياكم والعصر بتاع مرسي ان شاء رب العالمين. دكتور مرسي هيبقى اجمل عصر ان شاء الله بي وبيكم باذن الله. اخر مشاريع حضرتك يا حاجه منى؟ الحمد لله احنا بنمسك، احنا عاملين نهضه في كل قريه بفضل الله سبحانه وتعالى. بناخد قريه قريه بنعمل فيها محطه تحليه ميه، وبنعمل فيها فرن، وبنعمل فيها مسجد، وبنعمل فيها مدرسه، وبنعمل فيها زي محلات صغيره ومشاريع صغيره، يعني بنعمل نهضه في كل قريه، واحنا كلنا باذن الله هنبقى ورا الدكتور مرسي، بس هو بس يقول لنا ايه طلباته واحنا كلنا هنساعده باذن الله. ما شاء الله بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. حجمونا نموذج للمراه المسلمه
التي تستدعي عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحديث بالأعمال الخيرية، وترد بالأعمال على أدعياء اللي عمالين يولولوا ويلطموا الخدود ويشقوا الجيوب، هيقعدوا المرأة في البيت وهيعملوا كذا. لا، المرأة هي مشروع النهضة في نافعة يعني، فترد على هذه الأكاذيب عملا لا قولا يعني. ربنا يبارك في عمرها هي وجميع نساء المسلمين والعاملين للإسلام. السؤال الأخ هاني، العقبات فعلا كلما هم العبد بعمل قبل أن يعمل، وأنا كلمت حضرتك قبل الهوى في مسألة سرقة النية، الهم الشيطان يشم، يبدو أن قلب يحاول يصرفك عن العمل، معرفش طب اعمله العمل الصالح بس بنية فرد. عايزين الوقفة دي يا مولانا، اتفضل. يعني هو بس هو يعني اخونا الكريم بيقول لك والشيطان يعني بايام العادية سايبني وجاي، يعني علميا يقول لك ان الغريق لما بيجي يغرق فبيضرب بايده المية، فيقول لك الضربة وهو بيموت اقوى من اقوى ضربة ممكن يضربها في حياته وهو بصحته 36 ضعف وهو بيموت، بيحاول يطول وهو بيحاول ينجو، فبيضرب الضربة بتاعت المية ديت اقوى من اقوى ضربة في حياته 36 ضعف. فهو احنا مثلا الوقت في شعبان مثلا الشيطان خلاص وعارف وصفنة الشياطين فهو الوقت يعني بتبقى الضربة بتاعته اللي هي ايه، يعني انت بتتوهم ان هو قوي بس هو مش قوي لحاجة، هي دي ضربات موت. الشيطان كما قيل بيستقوي على ضعفنا، بيستقوي على ضعفنا وبيبقى هيجن. ده انت شقى عمره، ده انا شقى ده واحد بقاله 30 سنه معاه وفجاه عايز يتوب، يتوب ويروح فين؟ واحد بقاله 30 سنه مموت نفسه عشان يعصر ربنا وهيجي في 27 يعيط ربنا يغفر له. هو ده الشيطان، ده بالنسبه للشيطان ده اكبر مصيبه في حياته، عامله زي اللي بنى برج وبعد ما طلعت عينيه فيه وشبابه راح فيه البرج وقع في لحظه. هو بالنسبه للشيطان كده يعني، يعني بالنسبه له شقى عمره بيضيع. يعني كان في 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 هذه الحاله حاله توبه العبد مع طول يعني استسلامه للشيطان، ثم في لحظه يهدم كل هذا ويتوب الى الله والله بنا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل، لو صرفنا هذه الايه الى الشياطين فجعلناه هباء منثورا وقبلنا هذا العبد فيها. الا من تاب وامن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. ما هذا الرجاء وما هذه الحلاوة والجمال يعني. سبحان الله. لا وحرك الآيات دي فين أصلا؟ من أعجب مواطن القرآن هذه الآية. ربنا بيتكلم عن مين؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ده حتى على قالك للاستعلاء، يعني الناس دي قلوبها في السماء، الناس دي ماشية برجلها على الأرض زينا بس قلوبها ساجدة تحت العرش. وربنا في آخر الآية بيقول أولئك يجزون الغرفة، الغرف ديت أعلى حاجة في الفردوس الأعلى. قالك الغرفة دي أعلى حاجة، يعني حتى الفردوس الأعلى درجات من جوه، فالغرفة دي قالك أعلى الفردوس الأعلى. فالمفروض إن أعمال الناس دي إيه كلها؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليه ربنا في النص يوم قايل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. كأن واحد غلبان وقع في الزنا وعمل 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 وجي يقرا الآيات دي يقول يعني أنا خلاص عمري ما فكر في المقامات دي، ربنا يقول له أنت لو تبت ترفع لأعلى مقامات في الفردوس الأعلى. فمن أعلى المقامات من أعجب المقامات. أنا فضل الله واسع، لكن زيادة في العجب كلمة فأولئك يبدل الله، لأنه بدل فربنا يبدل عليه. يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني هل هناك باب للرجاء أوسع من هذا؟ سبحان الله. للعصاء أمثالي وغيره. الحقيقة يعني إحنا محتاجين نعيد حتى العلاقة بيننا وبين القرآن قبل أن ندخل لشهر القرآن الله. وإحنا في شعبان، لأن بنقرأ آيات فيها الخير، فيها اطواق نجاح حقيقيه للعبد يلحق. فاحنا لسه برضو مع هذا المعنى، رفع الاعمال، استحضار ان في هذا الايام وفي هذه الليله بالذات ترفع الاعمال ويقبل، يطلع الله تبارك وتعالى الى اهل الارض جميعا الا فيغفر له الا مشرك او مشاحن. ما زلت انا مصر ان احنا نقف عند هذه المساله، فساد العقيده وفساد العلاقات الاجتماعيه الاخلاق دي مساله خطيره تمنع رفع الاعمال.
ما هو حضرتك لو تقصد مسألة الأخلاق وفسادها وخطورتها، يعني أنت عندك إيه؟ لا تفسدوا صدقاتكم بالإيه؟ بالمن والأذى. الصدقة عبادة، عبادات، والمن معاملات، فصلاح العبادات ضاع بسبب فساد المعاملات. يعني عندنا الحديث الخطير جدا، أتدرون من المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة كلها عبادات 100% في 102.5% في العبادات. يعني استغفر الله مثلا، يعني هذا مش عبادات فقط، ده عبادات مقبولة. يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني معنى انه اتى بها انه عملها، وعملت ما عملتش محبطات عملت ضيعها، وما عملش سيئات تكفر، يعني معناه كبير جدا. ولكن بقى في باب المعاملات يأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، وسبحانه واكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته. يعني فساد الاخلاق دمر ونسف صلاح العبادات، اشهار افلاس على القنطرة. بعد ما عدى من على الصراط ارجع تاني لجهنم والعياذ بالله، اشهار افلاس. يعني بعد قبول الاعمال، صلاة، صوم، زكاة، كذا، قبل طول القيامة الحساب على حق الخالق، بعد العبور من على الصراط في القنطرة الحساب على حق المخلوق. فهو في حق الخالق عدى العقيدة والعبادات. لا لا لا، ما عديش الجملة دي، لازم اقف عندها تاني. الحساب على الخالق على حق وحق الخالق. حق المخلوق دي جملة مهمة جدا، هتنبهنا لحاجات كتير، قولها لنا تاني يا دكتور. يوم القيامة، يعني كل مرحلة من مراحل القيامة حساب على حاجة. زي الطالب اللي داخل امتحان شفوي وعملي ونظري ورقة أولى ونظري ورقة تانية، هو مش تكرار، هو كل امتحان منهم بيختبر حاجة معانا فيه. فيوم القيامة كذلك، كل حاجة في يوم القيامة اختبار لحاجة في دين العبد. يعني أول ليلة في القبر اختبار لعقيدته، من ربك، ما دينك، من نبيه، اختبار ليقينه، لأنه مش عارف الملائكة دول تبع مين أصلا. الناس فاكرة أن الملائكة دول جايين بقى وعلى السنة بقى وإحنا تبع الإسلام بقى، أنت هو مش عارف مين دول أصلا. يعني هو لو مسلم او غير مسلم مش عارف ده مين. اختبار اليقين، اختبار لليقين. الصراط اختبار لاستقامته على الصراط المستقيم في الدنيا. لو واحد على سطر وسطر يقوم ويقع على الصراط والعياذ بالله، واحد عمل مصيبة يسقط من على الصراط في الجنة والعياذ بالله. فالصراط اختبار، كل حاجة في يوم القيامة اختبار لحاجة في الدنيا. القنطرة اللي بعد الصراط اللي هي حق المخلوق بقى، المحاسبة على حق المخلوق، المحاسبة على اللي مشي مع فتاة وابوها وعمها وخالها واخوها مستنيينه، اللي كلمة الحد، اللي خد دروس عند مدرسين وكان الفلوس عليهم ومشي، اللي ظلم، اللي ارتشى حق اللي قتل، اللي زنى، اللي زنى حق الخالق له حاجة، وحق المخلوق زوجها ولا ابوها ولا له حاجة تانية. فالقنطرة في ناس بعد ما عدت من عصرات، بعد ما عدت من اهوال يوم القيامة، يجي على القنطرة يحصل موضوع اشهار الافلاس والعياذ بالله. عند موضوع الاخلاق، عند موضوع بر الوالدين، عند موضوع صلة الارحام، عند موضوع حقوق الخلق، لو فشل هنا يقوم راجع للنار تاني والعياذ بالله. قبل ما اطلع فاصل يا دكتور، ما هو اكثر الاشياء التي تجعل العبد يستحضر هذه المعاني الخطيرة التي يرتبط بها مصير الناس اجمعين يوم القيامة؟ اكتر حاجة هو بصحرك، احيانا المريض يروح للدكتور في العيادة ويقعد يحكي له، فالدكتور يقوم كاتب في الورقة اسبرين. فالعيان يبص كده، ايه يا عم ده، انا جاي لك كاتب لي اسبرين؟ يا عم ده علاجك، ربنا يسر علينا الموضوع. المعاني دي كلها موجودة في كل صفحة من صفحات القرآن، مجرد الارتباط بورد القرآن اليومي معناها ان المعاني دي هتفضل يأخذ في قلب الانسان، مجرد الارتباط بالقرآن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصف الانسان الغير مرتبط بالقرآن وصف مفزع، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالايه؟ كالبيت الخرب، خرابة، بني ادم من بره متلمع ومسرق وهو من جوه خرابة. البيت الخارب ده جواه عقارب وحيات شياطين جواه قلبه. البيت الخارب ده اقل هزة توقعه انسان، اقل فتنة تجيبه الارض، اقل ابتلاء يخليه يسخط على اللي خلقه والعياذ بالله وينسى دعم ربنا. البيت الخارب ده شكله قبيح، ده قلبه يوم ساعة يعرض على الله قلب قبيح والعياذ بالله. ده بسبب ايه؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، ده كالبيت الخارب والعياذ بالله. فالانسان من غير القرآن ده حياة. كنت قاعد مع بعض اخواننا من يومين كده، فقاعدين مثلا ومن الليل فتهجد به، طب ربنا قال ليه مين ما قالش ليه مثلا في ربنا قال ليه الليل ما قالش. قلت له يا ابني بدل ما تفكر في اعجاز تركيب الصاروخ اركبه وانطلق. الله اكبر، قوم صلي، قوم يا عم عيش مع المعاني المهوله دي. الله نعم. دكتور حازم، الحقيقه يعني لو قعدت معاك للصبح عن
يعني هنعيش في معاني في معاني جميلة ومعاني مهمة جدا. لكن عايز أقول في قبل الفاصل قول الله تبارك وتعالى، هنتكلم على أعمال شهر شعبان وأنها ده شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. الآية الكريمة: إليه يصعد الكلم الطيب الله والعمل الصالح يرفعه. ابن القيم خد الكلم الطيب عنوان لكتابه الجميل وابن الصايب من الكلم الطيب. هذه الآية ما تقول فيها؟ كيف يصعد الصعود والرفع؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يعني كثير من العلماء قال ان الكلم الطيب هنا الدعاء. فحلم كل واحد مننا انه يصعد الكلم الطيب بتاعه، حلم كل واحد مننا ان هو ما فيش ذنب يحجبه، ما فيش باب من ابواب السماء. فربنا سبحانه وتعالى في النص سنة ليه؟ والعمل الصالح ايه؟ يرفعه. فبعض العلماء قال يرفع ايه؟ قال لك العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يعني انت عايز دعائك يرفع الى الله، اعمل اعمال صالحة يرفع الدعاء بسببها الى الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس يقولك ايه يا رب، طب انا قلت يا رب. يا اخي انت يعني ايه، يعني المثل اللي دايما يعني ايه، لما يعني تركب مثلا مع ايه سائق تاكسي ولا حاجة، فعايز توصله مفهوم الدعاء، تقول له اللي معاه كارت فيزا يوقف عربته قدام البنك ويحط الكارت في صندوق الفيزا ينزل فلوس، له رصيد. هو انت بالظبط كده، كلمة يا رب دي كارت الدعاء ده عشان الاجابة تنزل محتاج رصيد، رصيد عند الله سبحانه وتعالى. الرصيد هو العمل، الرصيد العمل الصالح اللي بيرفعه بقى، يرفعه الى الله. ولعل الاشارة سريعة في هذا، ان صلاة الاستخارة ما اذا هم احدك فليركع ركعتين من غير الفضل، وبعد كده بقى يسأل الله حتى يرتفع الدعاء اذا صح يعني هذا الاستشهاد. شيخ حازم انا احبك في الله يعني حبا كثيرا، ويعني ادين الى الله بهذا الحب، واتمنى ان يوفقك الله ويبارك في وقتك وتستجيب لنا في حلقات قادمة باذن الله تبارك وتعالى في هذه الايام الشريفة المباركة. بشكرك ونطلع فاصل ثم نعود الى احبابنا المشاهدين. الحق يجمعنا.